كالعادة برضو زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم ونمر سريعا على الدوري المصري. الحقيقة الدوري المصري خلاص الأمور مشتعلة جدا جدا في القاع. النهاردة يمكن بعد تقريبا 10 دقايق من دلوقتي هتكون في مباريات في غاية الأهمية، مباريات مهمة جدا جدا في صراع بطولة الدوري. يمكن أهمهم مباراة أسوان والداخلية وغزل المحلة مع حرس الحدود. الحقيقة يعني لو اتكلمنا طبعا حرس الحدود هبط رسميا، ولكن بنتكلم على أسوان والداخلية، بنتكلم على حرس الحدود وغزل المحلة، هم دول يعني اللي بنتكلم. طبعا البنك الأهلي وفيوتشر موجودين في الدوري خلاص، بيراميدز وهيلاعب طلائع الجيش، كمان طلائع الجيش الأسبوع اللي فات ضمن البقاء في الدوري. لكن بنتكلم على أسوان والداخلية، أسوان يكفيها الفوز، يعني الفوز بالنسبة لأسوان خلاص يضمن البقاء في الدوري. الداخلية اللي عندها مشكلة، الأمور مش بإيديها، حتى لو الداخلية كسبت أسوان وغزل المحلة كسب حرس الحدود سيهبط نادي الداخلية. في وجهة نظري إن الداخلية وغزل المحلة الأقرب للهبوط، أسوان عنده فرصة، يعني يمكن فرصته أفضل شوية من الداخلية وغزل المحلة. يعني بنتكلم على ثلاث فرق، أسوان، الداخلية، غزل المحلة، في اتنين هيهبطوا لدوري المحترفين السنة اللي جاية. هنشوف وهنتابع مع حضراتكم أكيد هنا من خلال المحترف، هنتابع هذه المباريات وهذه النتائج، لكن مباريات قوية جدا جدا في طبعا صراع الهروب من السقوط لدوري المحترفين السنة اللي جاية. هيكون معانا زي ما قلت لحضراتكم كمان على مستوى الأرقام والإحصائيات الدكتور أحمد بيومي، هيحللنا مباراة النادي الأهلي الحقيقة ونادي الزمالك بشكل مختلف شوية. كل الناس بتتكلم والشوط الثاني الأهلي كان وحش أو الأداء كان، لا هنشوف بالأرقام وبالإحصائيات مع نجمنا الكبير الدكتور أحمد بيومي، هيعرض لنا التحليل الرقمي والفني كمان لهذه المباراة. وهنتكلم معاه كمان على مباراة إن شاء الله المقاولين يوم الأحد بإذن الله ومشوار النادي الأهلي في الفترة اللي جاية، بالإضافة طبعا لنجومنا الكبار زي ما اتكلمت مع حضراتكم الكابتن الكبير محمد حشيش والكابتن عمرو الحديدي. هنتكلم معهم في كل تفاصيل حلقتنا النهاردة إن شاء الله. خلينا نروح سريعا لبعض الأخبار اللي بنقولها لحضراتكم دايما، وهنبدأها بسيد عبد الحفيظ. كابتن سيد عبد الحفيظ في كفر الدوار طبعا بيقدم واجب العزاء في والد مروان عطية، وتوجه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي النهاردة الصبح لمدينة كفر الدوار بتقديم واجب العزاء باسم طبعا النادي الأهلي لمروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم. زي حضراتكم عارفين في طبعا وفاة المغفور له بإذن الله والده اللي توفى صباح أمس الخميس. كابتن سيد حرص على السفر الصبح بدري النهاردة لزيارة مروان ومساندته كالعادة، يعني دور كبير جدا بيقوم الكابتن سيد عبد الحفيظ، والأدوار دي مهمة جدا، الأدوار داخل الملعب وأوضة اللبس والحاجات دي مفروغ منها، لكن الأدوار النفسية وإنك تكون أكنك جزء من عائلة اللاعب ده كمان مهم جدا جدا جدا. فالنهاردة إن شاء الله يعني زي ما بقول لحضراتكم هنتكلم كثيرا عن ملفات كثيرة، لكن قبل ما نخرج زي ما عودناكم دايما في الحصاد بنبص سريعا جدا جدا على جدول الدوري العام. جدول الدوري العام خلاص احنا خلاص المجموعة اللي فوق خلاص اتعرفت، وهنبص مع حضراتكم على جدول الدوري العام. الأهلي بطل الدوري لغاية دلوقتي 78 نقطة، بيراميدز في المركز الثاني ب 67، الزمالك في المركز الثالث ب 59 نقطة، فيوتشر في المركز الرابع ب 58 نقطة، المركز الخامس المصري البورسعيدي ب 47 نقطة، السادس المقاولين العرب ب 44 نقطة، الاتحاد السكندري في المركز السابع ب 43 نقطة، إنبي في المركز الثامن ب 42 نقطة، فاركو في المركز التاسع ب 41 نقطة. النص الثاني من الجدول السموحة في المركز العاشر 39 نقطة، سيراميكا كليوباترا في المركز ال 11 37 نقطة، الإسماعيلي 36 في المركز ال 12، البنك الأهلي في المركز ال 13 ب 36 نقطة، طلائع الجيش آخر الفرق الضامنة للبقاء في الدوري الممتاز الموسم القادم، طلائع الجيش ب 33 نقطة، ثم يأتي أسوان في المركز ال 15 33 نقطة، غزل المحلة في المركز ال 16 32 نقطة، الداخلية في المركز ال 17 ب 32 نقطة، وحرس الحدود في المركز الأخير ب 21 نقطة. عايزين كمان نشوف هداف الدوري لغاية دلوقتي، مين هداف الدوري لغاية دلوقتي في هذه النسخة؟ طبعا حضراتكم عارفين إن
طبعا اللاعب مابولولو لاعب الاتحاد السكندري ب 16 هدف، زيزو لاعب نادي الزمالك ب 13 هدف، محمد حمدي لاعب اسوان ب 11 هدف، احمد الشيخ لاعب غزل المحله ب 10 اهداف، محمد شريف لاعب النادي الاهلي ولاعبنا طبعا ب 10 اهداف، احمد امين وفت لاعب انبي ب 10 نقاط، وفخري لقاي لاعب بيراميدز ب 10 اهداف. دي كانت طبعا ملخص سريع لجدول الدوري العام، لكن زي ما بقول لحضراتكم في مباريات قويه جدا هتحدد مصير طبعا فرقتين بجانب حرس الحدود للهبوط لدوري المحترفين السنه اللي جايه. المباريات خلاص يعني خلاص كمان دقايق وهتبدا هذه المباريات، وهنتابع نتائجها مع حضراتكم ومع ضيوفنا النهارده اللي هيشرفونا، لكن خلينا نطلع لفاصل سريع ونستعد لاستقبال ضيوفنا الكابتن الكبير محمد حشيش برفقة الكابتن الكبير عمرو الحديدي.